بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم لجميع الحضور المستمعين. معكم دكتور حسام حسين. اليوم راح نتكلم على موضوع أنا بعتبره من أهم المواضيع، بالذات في منطقة الشرق الأوسط عموما ومنطقة مصر بشكل خاص. يعني موضوع المحاضرة هو زي ما شايفين أمامكم: Adequate Housing from Theory to Practice. Adequate Housing هو يعني يعرف كالسكن الملائم أو السكن المناسب، ويندرج تحت طبعا الـ Adequate Housing، السكن الملائم يندرج تحت تعريفات كثيرة، يعني زي مثلا الـ Affordable Housing اللي هو الميسور أو اللي بيعتبر أو الذي يأخذ بعين الاعتبار التكلفة السكنية مقابل الانكم. في برضه السوشيال هاوزينج، في المعروف عنه كثير في مصر موجود، هو إسكان الشباب، الإسكان الميسورة أو السكن المدعوم وما إلى ذلك. فجميع هذه المواضيع أو التعريفات تندرج دائما تحت مسمى الـ Adequate Housing اللي هو السكن الملائم. وللسبب ده يعني أنا قررت إن شاء الله النهاردة أديكم محاضرة إن شاء الله تكون يعني خفيفة عليكم. هو موضوع كبير جدا جدا، بيتطلب منا محاضرات عديدة. يعني أنا بدرس الموضوع ده في الجامعة، وبياخد معاي من 10 ل 12 محاضرة، ولكن بحاول إن شاء الله ألخص لكم الكونتنت المحاضرة إن شاء الله تكون خفيفة عليكم. وبطريقتين، يعني نبدأ شوية نفهم كثيري معنى الأديكوت هاوزينج وجميع التعريفات المتعلقة به، وبعدين ناخد سم اكسامبلز كيس ستاديز من العالم، من مناطق مختلفة في العالم. بداية طبعا احنا يعني قلنا هاوزينج، فده بيعبر دايما بلغتنا العامية، بنقول home, I'm going home, I have a home. إيه الفرق ما بين house and a home؟ house could be anything، ممكن يكون أي شيء أنا ممكن بسكن فيه، ولكن home هو حاجة بتبقى personalized أكتر، حاجة خاصة بي أكتر، حاجة بحس فيها بالارتياح عموما. That's my home, that's my place، ده مكاني الخاص. فده الفرق. عشان كده احنا ما بنقولش مثلا I'm going to house, I'm going home، لأن يعني عارف إن أروح لمكان خاص بيا، ليه خصوصية مميزة بالنسبة لي. فكل واحد فينا لما يسمع مثلا كلمة هوم، ممكن يجي يتبادر لذهنه تعريفات مختلفة أو صور مختلفة. على سبيل المثال، ممكن يجي في دماغك صورة زي اللي بنشوفها في الإسكان الميسور في مصر، دي صورة من مصر، أو صورة مختلفة برضو، بروجكت مختلف، إسكان، طبيعة إسكان مختلفة برضو موجودة في مصر. ده أكيد مختلف عن ده، على الأقل بالماتيريالز، على الأقل بالألوان، على الأقل بالسبيس اللي موجود حوالين المباني، بطبيعة البيئة المحيطة في المكان، بطبيعة استخدام الناس للمكان ده. ممكن يكون طبعا حد يجي في يتبادر لذهنه مثلا صورة مختلفة تماما، زي مثلا جولف اريا، بابليك سبيس كبير جدا، محيط بمنطقه سكنيه. وهنا بنشوف الفرق في التايبولوجي، التايبولوجي اللي هي نوعيه البيلدينج او شكل البيلدينج او تصنيف البيلدينج. في الاول كان عندنا ابارتمنتس، دلوقتي بقى في فيلاز. ممكن حد ساكن في الرحاب على طول يشوف في دماغه المكان اللي هو عايش فيه، او العماره اللي هو عايش فيها، او الخضار اللي موجود في الشوارع. او ممكن حد من بيئة مختلفة تماما يجي على ذهنه صورة مختلفة زي اللي احنا شايفينها بالطريقة دي، أو حتى شيلتر أو خيمة. That's also a home for some people، ده برضو يعتبر home، حاجة خاصة جدا لبعض الناس في العالم، وبالنسبة لهم دي حاجة متكاملة، أو ممكن بالطريقة دي، أو ممكن يكون البيت أو يكون الهوم اللي يجي في ذهن الشخص حاجة أكتر انتيرير، مش كبيلدينج خارجي. يجي في دماغنا مثلا الصورة الداخلية للمكان،
أو ممكن يجي سكيل أكبر شوية، نشوف المنطقة اللي أنا عايش فيها بطرق مختلفة طبعا. فده بيدينا إيحاء مهم جدا جدا لما نتكلم على هاوسنج، هو إن السوشيال كلاس، الطبقة الاجتماعية للشخص دائما دائما مؤثرة بطريقة المفهوم للشخص ده بالنسبة للمسكن. ممكن يكون حد in upper class، ممكن حد middle class، حد lower class. That's why we call it social class pyramid. هو هرم اجتماعي، والهرم الاجتماعي ده مش بس يعبر عن يعني فلوس money، لا هو أكيد فلوس، بس الفلوس بالتالي بتعبر عن طريقة السكن والquality of living، جودة المعيشة بالنسبة للأشخاص. فهنا بيجي سؤال مهم جدا، what is housing؟ يعني إيه housing؟ يعني إيه إسكان؟ And what are the factors which define good housing؟ بالمقابل، هل في حاجة اسمها bad housing؟ هل في حاجة اسمها إسكان غير جيد؟ هل في حاجة اسمها إسكان ممتاز؟ إسكان متوسط؟ الإجابة أكيد نعم، ولكن مش بشكل المبنى، ولا بالماتيريالز بتاعت المبنى، ولا بطريقة الإنشاء، ولكن بطريقة ملائمة هذا المنزل للشخص الذي يسكن في هذا المنزل. That's why احنا قلنا في حاجة أو عنوان المحاضرة adequate housing، اللي هو الإسكان الملائم، هو ملائمة الإسكان للطبقة الاجتماعية للشخص الموجود في هذا المنزل. نبسطها شوية أكتر. الحاجة الكومون أو الحاجة اللي دايما تلاقوا الميديا بتتكلم فيها والمنظمات العالمية بتتكلم فيها هي housing for all. الإسكان هو حق للجميع، حق كل إنسان على كوكب الأرض أن يكون له منزل أو يكون له سكن ملائم. الملائمة تختلف من شخص لتاني زي ما اتفقنا، ولكن من حق كل شخص يكون عنده مسكن. الفكرة المنسية، خلينا أقول يعني هيكون شوية ممكن جزء كبير من المحاضرة دي مصارحة ما بيني وبينكم، يعني الحقيقة المنسية هو إن لما نقول السكن حق لكل إنسان، هو بمعنى إن الجوفرمنتس بالعموم، الحكومات بالعموم عالميا عالميا المفروض تؤمن سكن ميسور لمختلف الطبقات الاجتماعية الموجودة في الدول. هذا طبعا ده شيء مش بيحصل ولا في مكان في العالم للأسف. نبسطها أكتر، زي ما بنقولنا إسكان، الإسكان للجميع housing for all، هي بالضبط زي ما بنقول football is for all، كل حد في العالم عنده حق يشوف يحضر كورة، سواء بتشجع مدريد أو برشلونة، يونايتد ولا أرسنال، الأهلي أو الزمالك، النصر أو الهلال، الترجي التونسي أو الوحدات الأردني، أي أو فنربتشا التركي، ليك مطلق الحق إن أنت تشجع الفرقة اللي أنت عايزها وتحضر الماتش اللي أنت عايزه. بنفس الطريقة تماما لك الحق في هذا العالم إن يكون عندك إسكان ملائم وميسور. وفي طبعا مقولة دائما بقولها حتى للستودنتس، إن هو فوتبول أند هاوسنج بيساوي كونفليكت، يعني الكورة مع الإسكان بيعمل لنا مشكلة دائما. بمعنى إيه؟ لو نيجي شوية نخصص شوية في مصر مثلا، الهاوسنج اند فوتبول ار فاندمنتال كورنر ستونز فور ايجيبشن لايف. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في مصر الاسكان، دائما بنسمع موضوع الاسكان، ونفس الوقت دائما بنسمع موضوع الفوتبول، هما حاجتين اساسيين في المجتمع المصري بالعموم. بنحب الاسكان، بنحب يكون عندنا اسكان ونعمل ابجريدنج، يعني نرقي نفسنا في الاسكان ويكون عندنا بيت مريح وبيت ملائم. وبنفس الوقت بنحب نشجع كورة ونحضر كورة، لما يكون في ماتش في الشوارع تلاقي الناس بتزعق، واللي فاز واللي كسب واللي خسر. فهي حاجتين مهمين جدا في المجتمع المصري، و they both slow down economy، أو ممكن يرفعوا الإيكونومي، الاتنين ممكن ينزلوا الإيكونومي بتاع الدولة وممكن يرفعوا الإيكونومي بتاع الدولة، والاتنين زي ما انتم شايفين طبعا ممكن يعملوا marriage proposals، ممكن يهدموا بيت وممكن يأسسوا بيت. فهتلاقوا برضه في ماتشات الكورة will you marry me. Okay. So بنفس الطريقة both الإسكان والكورة ممكن يهدموا بيت وممكن طبعا يبنوا بيت.
طبعا هو تشبيه يعني سطحي شوية، ولكن هو لتقريب الصورة أكثر لكم. ده علشان نوصل لكونكلوجن إن الهاوزنج إز سوشيال. هو الهاوزنج مش عبارة عن ستراكتشر وخلاص، هو مش عبارة عن هيكل أو مبنى أو ماس موجود أمامنا في الشارع وخلاص، لا، هو عبارة عن سوشيال، هو عبارة عن حاجة اجتماعية، هو عبارة عن حاجة تعبر عن الطبقات الموجودة في الدولة، هو عبارة عن ايكونومي، هو عبارة عن فلوس، وهو عبارة بنفس الوقت عن سياسة. أوكي؟ خلينا شوية دلوقتي نتعمق شوية أكتر في الموضوع عشان نفهم موضوع الأدكويت هاوزنج بطريقة يعني معمقة. لو نيجي نشوف، طبعا دي معلومة ممكن أغلبكم عارفينها، إن عدد الـ population في الـ urban areas في العالم ككل exceeds الـ 50% by 2024. يعني عدد السكان اللي عايشين في المناطق الحضرية في العالم زاد أكتر، بقى أكتر من 50%. فمثلا لو دلوقتي عدد سكان العالم 8 بليون مثلا، 8 مليار، في أكتر من 4 مليار عايشين في مناطق حضرية، ودي تعتبر مصيبة عموما، لأن المناطق الريفية أو المناطق الخارج خارج حدود المدينة بقت فاضية تماما. ودائما في كل أو أغلب دول العالم، المناطق الريفية أو المناطق خارج حدود المدينة هي النسبة الأكبر من الأراضي. المصيبة الأكبر من دي إن باي 2050، بحلول عام 2050، راح تزيد هذه النسبة ل 20% زيادة، فهتبقى أكثر من 70% من سكان العالم عايشين في مناطق سكنية في المناطق الحضرية في الأربن أريز. وده طبعا بيزيد الضغط على الحكومات لتأسيس انفراستراكتشر، بنية تحتية، لتأسيس إسكان أكتر، لتأسيس، طبعا بنسمع دائما التنمية المستدامة، وعايزين خضار أكتر في المدن، وعايزين sustainability. طب احنا هنأسس للكلام ده كله ازاي لو نسبة السكان في المدن بتزيد بنسبة يعني متزايدة جدا؟ للسبب ده احنا بيظهر عندنا slums، لو عارفين concept slums، اللي هي المناطق مش الانفورمال، مش المناطق العشوائية، هي لسه يعني دبل مناطق العشوائية دي. يعني حتى في دول كتير، يعني مثلا حتى في مصر بنسمع كتير ان في مناطق سلامز، لا هي مش سلامز، السلامز دي يعني عبارة عن مناطق الدنسيتي بتاعتها عالية بطريقة ان ما فيش مكان لحمام، ان ناس مثلا اللي عايشين في بلوك كامل زي البلوك مثلا ده اللي بشاور عليه دلوقتي، ممكن ان هما بيشاركوا حمام واحد، ما عندهمش طبعا الحمام ده، طبعا اكيد بيكون مش متوصل اصلا لشبكة صرف صحي، ما عندهمش ادنى خدمات كهرباء، ما عندهمش ادنى خدمات مياه، ما عندهمش ادنى خدمات انرجي، يعني للبيسك نيدز اوف لايف. دي السلامز. الانفورمال بطريقة مغايرة، هي طبعا أكيد منطقة عشوائية، ولكن هي منطقة عشوائية كبناء أكتر مش كخدمات. هتلاقوا فيها خدمات ممكن مش بنسبة 100%، ولكن الخدمات ممكن تكون جزئيا موصولة في المناطق العشوائية. وزي ما احنا شايفين برضو، بتلاقوا مناطق في نفس المدينة، في نفس المكان، في نفس البلوك، مناطق يعني انتنس بطريقة كبيرة جدا، زي المنطقة اللي على اليمين، وبالمقابل المنطقة اللي على الشمال مستريحة جدا، عندهم فيلل وحدائق خاصة وحدائق خارجية وخضار كبير جدا. وطبعا البيلدينجز الكبيرة دي هتلاقوها يا سكول يا جفرمنتال بيلدينج، فعندهم طبعا خدمات. بالمقابل المنطقة اللي على الناحية التانية ما فيهاش، واللي بيفصل ما بينهم بس شارع واحد. احنا وصلنا النتيجة دي ازاي؟ ده نتيجة الزيادة السكانية في المدن. فعلشان كده احنا دايما في مقولة بنقولها ان العمران هو مرآة للتفاوت الطبقي في المجتمعات. فاحنا لما نشوف طريقة البنيان في المجتمعات او في المناطق الموجودة في المدن بالذات، هي بتعكس لنا الطبقات الاجتماعية، بتعكس لنا الناس بيعيشوا في المناطق دي ازاي. و that's why يعني للسبب ده في منظمات كتير جدا في العالم، زي مثلا اكيد سمعتوا في اليو ان واليو اف ام، اليونيون فور ميديترينيان، اللي هما بدأوا يعملوا اوبجكتيفز كتير جدا وانيشيتيفز كتير جدا علشان نحسن المناطق الاقل حظا في المجتمعات او في المدن.
فهتلاقوا مثلا في 17 جولز 17 هدف اللي listed by the UN for sustainability development، اللي هو no poverty، مش عايزين بقى فقر، zero hunger، مش عايزين جوع، good health، عايزين. بس الكلام ده بالآخر على أرض الواقع هو تطبيقه يعني صعب إلى أبعد الحدود. علشان كده أنا هحاول في المحاضرة دي أديكم بطريقة براكتيكال أكتر، إزاي إحنا ممكن نوصل لمثلا على سبيل المثال الـ 17 goals اللي موجودين أمامنا دلوقتي، بس بطريقة مختلفة، طريقة مختلفة تماما عن طريقة المنظمات، بطريقة architectural، بطريقة معمارية. إحنا ككل شخص فينا معماري ممكن يعمل إيه. بس قبل ما أوصل على الإكسامبلز اللي أنا هديها لكم، عايز برضو أدخل أكتر عشان أفهمكم الفكرة بطريقة أوضح. لو نيجي شوية على كونتكست مصر ونشوف الزيادة السكانية اللي في مصر بس عن طريق صور، يعني ساتلايت ايمج، دي خرائط موجودة، هتلاقوا مثلا دي القاهرة ب 1982، وبعدين بتشوفوا في كبرت ازاي بعديها لغاية ما وصلت 1990 لغاية ما وصلت 2006، فاحنا بنشوف الزيادة الهائلة للعمران، وده بالتالي معناه الزيادة الهائلة للسكان اللي عايشين في القاهرة. طيب ده معناه حاجة مهمة جدا احنا دايما بننساها، يعني لما نتكلم على الزيادة السكانية ده معناها في حاجة اسمها density، تكاثر السكاني. طب التكاثر السكاني ده معناه ايه؟ تعالوا ناخد example practical جدا واسألكم سؤال وادوكم 5 ثواني تفكروا فيه. هو ايه اكتر منطقة دنس موجودة في العالم؟ ايه اكتر منطقة فيها كثافة سكانية موجودة في العالم؟ ومحدش يروح جوجل. هديكم 3 examples او 3 options، هقول لك يا بنجلاديش يا لبنان يا تشاينا. بنجلاديش كلنا عارفينها، عارفين لبنان الدولة الصغيرة اللذيذة دي، وعارفين تشاينا البلد الكبير. الفكرة هنا ان السؤال ده تريكي جدا. ليه؟ بنسبة 80% لما أسأل دائما اللي أمامي كطلاب أو غير طلاب السؤال ده وأحطه أمامهم مثلا الثلاثة أوبشنز دي، بنجلاديش لبنان وتشاينا، على طول بروح بدماغنا إيه ده، دينسيتي، كثافة سكانية، إحنا عارفين في 2 مليار ولا مش عارف كم عدد السكان الموجود في الصين، ومساحة الصين الهائلة دي معناها الصين هي كثافتها عالية. بس هل ده الكلام حقيقي؟ خليني أوضح لكم أكتر. دي بنجلاديش، احنا قلنا هنا بنجلاديش ولبنان والصين، دي بنجلاديش، دي خريطة بنجلاديش طبعا بس انا ظللتها كده، ودي لبنان ودي الصين. دي طبعا انا عملتها بطريقة بروبورشنال صح، يعني عملتها تقديريا نسبيا النسبة ما بين كل دولة والتانية، يعني هتلاحظوا مثلا ان بنجلاديش تساوي 3 لبنان، بس لبنان ممكن تيجي في كورنر قد كده من الصين. دي بطريقة نسبية يعني more or less تقريبيا صحيحة. طيب لما نشوف صورة أو الخرائط دي اللي أمامنا، يعني بنجلاديش لبنان والصين، دي أحيانا لما نشوف الخرائط بتعزز فكرة إيه ده، إيه الصين فعلا هي كثافتها السكانية على حاجة، بص عندنا 2 مليار وعندنا الأرض الهائلة دي، ولبنان قد كده صغيرة وبنجلاديش برضه صغيرة، فيعني إيه اللي هتكون كثافتها على؟ أكيد الصين. تعال ناخد example practical وبعدين نرجع للسؤال. دي أمامنا خريطة فيها مصر هنا وسيناء، فلسطين، الأردن، هنا لبنان، دي قبرص، وعندنا العراق وسوريا، وهنا تحت السعودية، وده البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو دي إحدى جزر اليونان. ناخد بس نهايلايت من الصورة دي مصر ونهايلايت لبنان، وناخدهم بنفس السايز يعني كبروبوشن يكونوا مظبوطين أمامنا، دي مصر ودي لبنان. عارفين كم لبنان ممكن يجي فيت جوه مصر؟ بحجمها الحقيقي، بحجمها الحقيقي كم لبنان بوجهة نظركم ممكن يجي جوه مصر؟ أنا هقول لك ممكن جوه مصر يجي 100 لبنان. تخيلين الفرق في المساحة ما بين الدولتين،
دي دولة عايشة وعندها طبعا يعني حكومة خاصة بيها لبنان، وجفرمنت خاصة بيها، وحياة خاصة بيها، وإيكونومي وسوشيال لايف وكل حاجة زي مصر بالظبط، ولكن المساحة مختلفة تماما. لو ناخد اكسامبل تاني، دي اللي على شمالنا قطر، واللي على يميننا ناميبيا. ناميبيا وقطر لو نشوف المساحة بتاعتهم هتلاقي إن مساحة قطر صغيرة جدا بالنسبة لناميبيا. ناميبيا 11500 كيلومتر سكوير قطر، و 824 ألف كيلومتر سكوير، يعني كم قطر ممكن يجي جوه ناميبيا؟ كتير جدا. ولكن الاثنين فيهم نفس عدد السكان، المساحة هي هي، ولكن الاثنين فيهم نفس عدد السكان بالضبط تقريبيا يعني. فده بيدينا تعريف جديد ان الـ density it's not, is related to the distribution of people in a certain area. يعني ايه؟ يعني الـ density الكثافة السكانية تعني مش عدد السكان في المكان ده، ولكن توزيع السكان في البلد دي. أعيد تاني، الكثافة السكانية لا تعني عدد السكان في بلد معين، بل تعني توزيع السكان في هذا البلد. لو أديكم مثال براكتيكال تاني، دي اللي قدامنا قطر، واللي عايمنها السعودية. قطر مساحتها قلنا من شوية 11500 تقريبا، والسعودية 2 مليون و15 كيلومتر سكوير. فده معناه طبعا، دي مش حقيقة طبعا، البروبوشن أكبر من كده بكتير بالنسبة للسعودية، بس ده معناه إن السعودية ممكن يجي جواها 185 قطر. 185 قطر كمساحة ممكن تيجي فت جوه السعودية، وأكتر من كده ممكن كمان. ولكن بالمقابل لو نيجي نشوف عدد السكان في قطر، هي 2 مليون و700 ألف مقابل 36 مليون في السعودية. دلوقتي بقت أكتر يعني، بس تقريبيا يعني. طب احنا لو نيجي نوزع دلوقتي، نمسك قطر لوحدها كده، نوزع 11500 او 2 مليون 700 جوه ال 11500 كيلومتر سكوير، هتلاقي ان الناس عددها كبير بالنسبة لمساحة الارض. فمثلا لو دي النقط الحمراء تمثل عدد الناس، فهتلاقي ان عدد الناس محتاجين يقربوا على بعض اكتر علشان يوسعوا جوه البلد. اوكي، مع ان عدد 2 مليون هي ولا حاجه يعني. تخيل مثلا هي مصر 110 مليون دلوقتي، تخيل يعني ايه 2 مليون؟ يعني ولا حاجه. بس 2 مليون بالنسبه لمساحه القطر 11000 كيلومتر سكوير، هي مساحه صغيره جدا علشان توسع الناس دي. فهتلاقي الناس ايه يعني، قريبين على بعض اكتر. طبعا دي يعني مثال تشبيهي. بينما مثلا لو ناخد السعودية اللي هي 2 مليون مساحة الأرض بتاعتها مقابل 36 مليون، فده معناه إن الناس مستريحين أكتر في البلد. فاهمين الفكرة إيه؟ دي النقط مرة تانية بتعبر عن عدد السكان يعني تشبيهيا. فمع إن عدد السكان كبير جدا جدا 36 مليون طبعا مقارنة بقطر، بس مساحة الدولة كبيرة جدا، فهتلاقي إن الناس برضو توزيعهم في البلد كبير أو بعيد عن بعض. علشان كده قلت لكم إن الـ density الكثافة السكانية هي لا تمثل عدد الناس في البلد، هي تمثل توزيع الناس في هذا البلد. فلو كان المساحة كبيرة بالنسبة للناس أو عدد الناس، هتلاقي الناس مستريحين أكتر، واخدين راحتهم في البلد أو في المدينة أو في القرية أو في أي كان يعني. أو لو كان المساحة صغيرة بالنسبة لعدد السكان، معناها هتلاقي الموضوع دنس جدا. ومن هنا جه موضوع أو كونسبت الدنسيتي. فبنلاقي لو حطهم جنب بعض، هتلاقي إن أكيد الدنسيتي في قطر أعلى بكتير. فده معناه إن تعريف الدنسيتي هو عدد السكان divided by تقسيم على total area. يعني لازم أكون عارف عدد السكان، ولازم أكون عارف المساحة الكلية للبلد أو المدينة علشان أعرف قد ايه كثافتها، وبالتالي اقدر اقول هل كثافتها عاليه ولا كثافتها مش عاليه. هنا نرجع للسؤال اللي سالناه، ايه اكتر بلد في العالم دنس؟ المفروض في اللحظه دي احنا نتغير بقى ايه البرسبكتيف او طريقه تفكيرنا. لما اشوف زي السؤال زي ده،
اعرف ان في تريك، فعلى طول اسال سؤال: قد ايه عدد السكان في بنجلاديش وقد ايه مساحتها؟ قد ايه عدد السكان في لبنان وقد ايه مساحتها؟ وقد ايه عدد السكان في الصين وقد ايه مساحتها؟ فلو اجي مثلا على المساحة مقابل عدد السكان، هتلاقوا في بنجلاديش 170 مليون في 148 ألف كيلو متر سكوير، في لبنان 5.5 مليون و10 آلاف كيلو متر سكوير، مقابل الصين 1.4 بليون على 9.5 كيلو متر سكوير. فلو نيجي نحسبها بقانون الدنسيتي، فهتلاقي إن عدد السكان في بنجلاديش 1150 شخص في كل كيلو متر سكوير. يعني كل كيلو متر سكوير واحد عايش فيه 1150 شخص، بالمقابل في لبنان 550 شخص في كل كيلو متر سكوير، وفي الصين 174 شخص في كل كيلو متر سكوير. فده معناه ان الصين مستريحين كتير جدا في معيشتهم مقارنة في الدول التانية. عشان كده اكتر بلد دنس في العالم، طبعا ده باحصائيات السنة اللي فاتت كانت، هي بنجلاديش. تاني اكتر بلد دنس في العالم هي لبنان، والصين اللي هي الكبيرة و1.4 بليون دي رقم 56 على العالم. لو بتسألوا على مصر، أنا مش عارف جبت إكسامبل هنا عن مصر ولا لأ، بس هي مصر 100 وحاجة، ممكن 112 على العالم، أو يعني كثافة سكانية. فهنا بنرجع بقى لمصر بعد ما فهمنا موضوع الدنسيتي. فده معناه إن الكثافة السكانية في القاهرة، لو تشوف دي حدود المنسيبال بوردر بتاع القاهرة، ده الحدود الادمنستريتيف يعني بتاعت القاهرة الكبرى ككل، ودي المنطقة طبعا اللي فيها الناس يعني، أو الإسكان أو الحياة بالعموم يعني، دي المدينة المبنية. ليه؟ مع إن عدد السكان أو الكثافة احنا عارفين في القاهرة كبيرة جدا، شايفين قد إيه؟ يعني كثافتها عالية جدا. بس التريك اللي موجودة هنا إن عدد، زي ما قلت لكم، إن هي بتتحسبش بقى في متر سكوير، هي بتتحسب على المدينة. فالمدينة ككل كده شايفين هي في مناطق كتير كتير فاضية. يعني مثلا لو أنتم عارفين المنطقة دي، نيو كايرو، قد إيه بعيدة مثلا عن المعادي، قد إيه بعيدة عن النيل، في قدام هنا كلها أراضي فاضية. ما بين القاهرة والعبور دي كلها أراضي فاضية، ما فوق الشروق دي كلها أراضي فاضية، فوق 6 اكتوبر كلها اراضي فاضيه، هنا في جنوب الجيزه كلها اراضي فاضيه. فدي هي المساحه، بس مساحه فاضيه. فلما نيجي ناخد عدد السكان اللي هو اولموست مش عارف دلوقتي 30 مليون في القاهره، نحسبه على المساحه الكليه بتاعت القاهره، هتلاقي ان النسبه هتبقى قليله ككثافه. ده بيأثر معانا في حاجه كبيره جدا. يعني لو نيجي مثلا احنا دلوقتي بنبص على المنطقة دي اللي هي بقت انتنس قوي، كل الناس عايشين في منطقة محددة جدا حوالين النيل، ده بيأثر بشكل ملحوظ وكبير جدا على جودة الحياة في هذه المناطق. This is why بتلاقوا ان القاهرة عدد الناس البور، الفقر فيها كبير جدا. طبعا هنا عندنا الانديكيتر، كل ما اللون يبقى اغمق معناها نسبة الفقر بتزيد. density of the poor يعني الكثافة السكانية للناس الأقل حظا يعني ماليا في المجتمع، هتلاقيهم في المناطق دي. poverty rate نسبة الفقر بالعموم هتلاقيها برضو عالية جدا، لأن الكثافة السكانية يعني كانت يعني condensed في منطقة معينة صغيرة جدا. وبالتالي لو نشوف ده دراسة من 2014 2015، ريفرنس للمهندس كريم إبراهيم، دي بيقول لنا نسبة خط السكان تحت خط الفقر بالنسبة للمناطق المختلفة. يعني مثلا شايفين النزهة على سبيل المثال، الأحمر ده انديكيتر قد إيه نسبة الفقر فيها، كل ما نمشي يمين هتلاقي إيه نسبة الفقر بتزيد قوي. بولاق، حلوان، شبرا، مصر القديمة، السلام، منشية ناصر، شعبية، الزاوية الحمراء، المطرية، روض الفرج، دار السلام، وهكذا. بالمقابل اللي بالأخضر، الخط الأخضر ده هو نصيب الفرد بالجنيه من برامج التنمية المحلية الموزعة على الأحياء. يعني إيه؟
في برامج محلية للتنمية، دي حاجات ممكن تكون حكومية، ممكن تكون غير حكومية، ممكن تكون سيمي حكومية، ممكن تكون بشراكة يعني حكومية. ولكن بيكون في نصيب للفرد بالجنيه الواحد للبرامج المحلية الموجودة. فهتلاقوا إن التوزيع مختلف جدا، يعني مثلا لو تيجي على النزهة هي نسبة الفقر فيها قليلة جدا، ولكن نصيب الفرد فيها عالي جدا. طب ده حصل ليه؟ ممكن يكون حصل بسبب عدد السكان الموجود في المنطقة دي، لأن ممكن يكون نصيب الفرد، طبعا دي احنا نرجع فيها للمتخصصين، ولكن ممكن يكون نصيب الفرد هو متوزع فعلا حسب المناطق مش بالفرد الواحد، أو ممكن يكون بسبب إن الكثافة السكانية قليلة في أماكن عالية جدا في أماكن تانية. ففي الأماكن العالية فيها جدا حتى لو اديناها فلوس كتير جدا هي مش هتغطي احتياجاتها مهما عملنا، فبالتالي انديكيتر الفقر بيزيد أو بيفضل زي ما هو. وده بيأثر في حاجات تانية زي الأكسسبيليتي. يعني إيه أكسسبيليتي؟ الأكسسبيليتي ممكن تكون لحاجات مختلفة. أكسسبيليتي تو دورة مياه خاصة داخل المنزل، قد إيه شايفين يعني شايفين المناطق الغامقة دي قوي، هي فيها من يعني عدد المساكن اللي فيها دورة مياه خاصة داخل المنزل هي من 0 ل 5%، وكل ما اللون يخف طبعا بتزيد النسبة. وبيأثر برضه في الاكسسبيليتي للصرف الصحي، شايفين قد ايه عدد المناطق اللي ما فيش فيها صرف صحي، وده طبعا انديكيتر للمناطق برضو الجديده. يعني ده بيحصل حتى في يعني الكواليتي متاثره برضو في المناطق الجديده زي مثلا القاهره الجديده. That's a bad quality. لما نسيب بيت مهجور بالطريقه دي، طب ما هو هياثر في البيئه المحيطه، هياثر في نفسيه الناس برضو اللي موجودين، فده كله عباره عن quality of life. او المساحات الشاسعه الكبيره جدا الفاضيه، ده برضو indicator للو quality of life، او يعني not a very high quality of life. وهتلاقوا طبعا أمثلة كتير جدا دي من داخل القاهرة يعني. فده كله زي ما قلنا بيأثر في الكواليتي اوف لايف، كل موضوع كان دنس أكتر أو كثافة سكانية أعلى، ده بالتالي أجين بيأثر في الكواليتي أو جودة الحياة. فهنا هتلاقوا الناس يعني اللي عايشين جوه الأبارتمنتس اللي هنا واللي هنا شايفين بعض، فهل دي كواليتي اوف لايف؟ أو بمعنى آخر، هل ده adequate housing؟ هل ده إسكان ملائم؟ هل ده الإسكان اللي الشخص بيدور عليه بغض النظر عن المنطقة أو عن طبيعة المبنى؟ هل هو مبني من رخام، ولا مبني من جرانيت، ولا مبني من حجر، ولا مبني من طوب زي اللي قدامنا، ولا هو مبني من بلاستيك؟ حتى مش فارقة، هو سكن في الآخر، هو شيلتر، بس هل هو ملائم؟ هل هو مناسب بالنسبة للناس اللي راضيين في حياتهم هنا؟ إن أنا أشوف اللي جيراني بيعملوه جوه، ده لا يعتبر إسكان ملائم بغض النظر عن طبيعة الإسكان. نفس الحاجة، ده حتى لو كان المنظر ده مثلا حتى لو كان في منطقة فيلل، ده بيأثر على ملائمة الإسكان في المنطقة. ده كله اسمه low quality of life. وبسبب الزيادة السكانية الهائلة طبعا بيأثر عندنا إن الجاربيج يعني ترمي في مناطق عشوائية جوه المدينة، فبتأثر برضه في البيئة أو الانفايرومنت يعني. والاكسسبيليتي طبعا للمية، الاكسسبيليتي للكهرباء والطاقة. ومن هنا بيجي الكونسبت اللي بيرجع له تاني، هو البيئة أو الإسكان الملائم. يعني إيه إسكان ملائم؟ عشان نعرف إسكان ملائم خلينا أبدأ معاكم بكونسبت الأفوردبل هاوزنج، اللي هو اللي تكلفته مناسبة، الإسكان ذو التكلفة المناسبة بالنسبة للناس. الأفوردبل هاوزنج ليه 7 أسبيكتس، ليه 7 أسبيكتس، يعني لو غطينا الأسبيكتس دي ممكن نقول إن هو أفوردبل هاوزنج. طبعا ده كلام مش كلامي، ده كلام الانترناشنال فيدريشن فور هاوزنج اللي هي منظمة الهاوزنج في العالم. أول واحدة هي سيكيورتي أوف تينيور، هو أنا قد إيه بحمي المالك وقد إيه بحمي المستأجر، دي حاجة مهمة جدا، حماية المالك، حماية المنشأة، وحماية المستهلك. تاني حاجة الـ availability of services، هل في خدمات؟ هل المكان ده مخدوم؟
سواء خدمات كمثلا سوبر ماركت ودراي كلين وجامع ومكتبة أو availability of services كانفراستراكتشر شوارع وإضاءة وغيره، دي برضو كلها availability of services. affordability طبعا habitability ملائمة المكان، المكان ده أنا يعني لي قابلية، في قابلية أعيش فيه ولا لا. الأكسسبيليتي واللوكيشن موقع المكان، والكالتشرال أديكوسي اللي هي حاجة مهمة جدا طبعا، الملائمة الثقافية يعني، أو يعني الانطباع المحلي اللي موجود مثلا كأيدنتيتي مصر أو هوية مصر في المكان اللي أنا عايش فيه. فده بيقول لنا أجين إنه affordability هي مش بس حكاية فلوس، هي مش حكاية بس ان هو انا بقدر ادفع ولا لا، وانا ممكن اقدر ادفع، ممكن انا ممكن اشتري فيلا، بس انا لو خدت فيلا والفيلا دي كانت بالصحراء وبعيدة عن كل الناس، هل ده هيكون بالنسبة لي affordable housing؟ هو الجواب لا، لان هنا حددنا هنا 7 aspects we have to cover علشان نقول ان ده affordable housing. لو نيجي على الموضوع المادي شوية للـ affordability من المنحنى المادي، هتلاقي انه associated with two components، يعني ليه علاقة في حاجتين مهمين، هي الهاوزنج كوست قد ايه سعر البيت ده، سواء كان انا هشتريه او سواء كنت هأجره، والهاوس الهاوس هولد انكم انا دخلي قد ايه، يعني قد ايه اولا السعر وبالمقابل انا دخلي قد ايه. فده بيقول لنا ان في حاجتين مقابل واحد بعض، الهاوزنج والبرودكشن كوست. بمعنى اخر، الإسكان بالعموم هو عرض وطلب، الطلب هو ديماند، الطلب هو الديماند من الناس نفسهم، عدد الناس اللي محتاجين السكن ده، والسبلاي هو العرض، سواء من مستثمرين، سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين، أو من الحكومة أو قطاع خاص أو قطاع عام أو أيا كان. هو في عندنا عرض وطلب نمشي فيهم واحدة واحدة. العرض هو من مين؟ عفوا الطلب هو من مين؟ من الفاميلي، من الناس اللي هتعيش، من العائله. والسبلاي العرض هيكون من مين؟ في جهه معينه هتدينا او هتعرض الاسكان، هو هيكون ليها طبعا برودكشن كوست. وبالنسبه للفاميلي في فاميلي انكم. فلو ننزل كده شويه اكتر لتحت هتلاقي ان مانثلي هاوزنج بيمنت فور رنت مقابل مانثلي هاوزنج أو rent by the government أو by المالك أو by الشخص يعني اللاندلورد أو الأونر. فالاتنين دول على بعض مقابل بعض، السبلاي أنا قد إيه بعرض مقابل قد إيه في طلب، وبالمقابل برضو قد إيه اللي أنا بعرضه سعره قد إيه، ومقابل الانكم بتاعت الناس اللي عايزة قد إيه. لو إحنا يعني ميرج الحاجتين على بعض أو we overlay الحاجتين على بعض، هيظهر معانا concept الـ affordability. علشان نقيس الافوردابيليتي في اكتر من طريقه. الطريقه الدارجه، اكتر طريقه دارجه، هي البرسنتج اوف انكم سبنت اون هاوزنج، يعني قد ايه انا بصرف فلوس على الاسكان. البرسنتج عالميا المعروفه عالميا باي يعني اليو ان بيقول لك ان انت المفروض ما تصرفش على سكنك اكتر من 30% من دخلك. لو انت بتصرف اقل من 30% من دخلك على السكن، انت هنا تعتبر ماديا من المنحنى المادي انت تعتبر عايش في affordable housing. اوكي، لو خدنا example زي ما قلنا في اول المحاضرة، example من مصر، ده يعتبر اسكان ميسور او مدعوم في مصر. معلش أنا أستأذنكم بس نوقف دقيقة واحدة عشان الأذان، بعد إذنكم ونكمل على طول. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول
تمام، نرجع بقى مكان ما وقفنا. احنا كنا بنقول ان الافوردبل هاوزنج ده مثلا الاكزامبل اللي موجود امامنا هنا، بغض النظر عن المنطقه، هو يعتبر بالنسبه لمصر هو افوردبل هاوزنج. ليه؟ لانه هو اسكان مدعوم او اسكان يعني افوردبل بالنسبه للناس، من قيمه الايجار او الشراء بالنسبه للانكم للناس. طبعا ده موضوع ليه خصوصيات كتير جدا انا مش هدخل فيها دلوقتي في المحاضره دي لان هتاخد وقت كتير، ولكن يعني لو حد فيكم حابب يعني ممكن بعد المحاضره تتواصلوا معايا واي ايميل، وممكن اكيد افيدكم في الموضوع ده. ولكن هو فكره بالعموم في عالمنا العربي بالعموم، مفهوم الافوردبل هاوزنج هو ان انا اعمل بقى شقه بأبسط الإمكانيات الموجودة عشان يكون سعرها قليل، علشان بالآخر إيه اللي هيعيش فيها يكون عليه برضو مقابل الدخل، يعني سعرها كويس. عالميا لو نتكلم في برسبكتيف عالمي، ده منظور خاطئ تماما. ومن هنا خلينا ناخد المنظور المختلف عالميا، أو ندخل في البراكتيكال شوية. موضوع الأفوردبل هاوزنج هو أصلا واحدة من الاسبيكتس، من اسبيكتس خمسه بيسيرفوا الادكويت هاوزنج سيستم. يعني احنا عندنا زي ما قلنا في اول المحاضره، عندنا فوق اون توب بقى، في الفوق فوق عندنا ايه؟ عندنا الادكويت هاوزنج، الاسكان الملائم، وبيجي تحتيه الافوردبل هاوزنج. صحيح؟ فالافوردبل هاوزنج هو اسبيكت واحد من الادكويت هاوزنج سيستم، من السيستم بتاع الاسكان الملائم. فده معناه ان احنا عندنا 5 principles اللي هم احنا بنسميهم ال 5 A's. ليه 5 A's؟ لان هم الخمسه بيبداوا بحرف ال A. اوكي، الخمسه systems دول او الخمسه principles دول، واحده فيهم اول واحده اسمها availability، number of housing units الموجوده. يعني احنا بنتكلم اصلا في السبلاي، ده اول حاجه من غير اي حاجه تانيه، انا قد ايه بوفر عدد units في المكان اللي محتاج units. وطبعا الاراضي، يعني بالمقابل اكيد في عندنا السبلاي اوف لاند، اوف الاراضي، والهاوزنج نيدز قد ايه الاحتياج بالعموم، عشان اعرف اقيس برضو هل انا ممكن ادي مليون او اعمل مليون يونت، اعمل مليون ابارتمنت او اعمل مليون مبنى، بس هو ايه الاكتوال نيد، ايه الاحتياج الحقيقي في المنطقه دي. انا مش مفروض اعمل اكتر ولا مفروض اعمل اقل، ممكن مفروض ابني للمستقبل، اعرف استيميشن انا مطلوب مني قد ايه فابني. فذاتس واي عندنا اول حاجه، اول principle هو availability. تاني واحد accessibility. هنا بندخل بقى، انا بقى خلاص عملت السبلاي، عملت العرض، بقى عندي فيه اسكان كميته كويسه كنمبر في اماكن كويسه. طب انا متكلم هنا دلوقتي بندرس الاكسسبيليتي، الدبل اكسس كونديشن تو لاند، يعني انا بدخل اللاند اصلا، بوصل لللاند او بوصل للمبنى ازاي؟ هل في انفراستراكشر، بنيه تحتيه؟ مفيش. هل economic situation مناسب ولا مش مناسب، وما إلى ذلك. وثالث واحدة اللي هي one of the aspects الخمسة اللي هي affordability. أوكي، هي زي ما قلنا the proportion of income spent on housing. بعدين عندنا ال acceptability. هنا بندخل شوية في موضوع cultural، ندخل بشوية بموضوع إيه، ثقافي أو يعني عامي شوية، يعني بيرجع للبلد وخصوصيات البلد، اللي هو the quality of housing. اوكي، انا
يعني أنا بالنسبة لي لو أشوف بيت ممكن شخص تاني صاحبي أو قريبي أو حد قريب مني يشوف نفس البيت وما يعجبوش، ممكن أنا يعجبني. ليه؟ يعني إحنا عندنا نظرة مختلفة للموضوع، وي أكسبت، إحنا بنقبل الأشياء بطريقة مختلفة، ودي حق لكل شخص. وآخر واحدة هي الأدابتابيليتي، اللي هي إيه الأدابتابيليتي؟ هو إمكانية التغيير أو إمكانية تو أدابت، يعني المبنى أو البيت أو الشقة لاحتياجاتي الخاصة. أوكي؟ وهنا ممكن أديكم مثال بسيط جدا كلنا عايشناه من 3 أو 4 سنين لما كان في عندنا الكورونا. أنا كنت عايش في شقة أوضة وصالة وحمام ومطبخ صغير جدا، وكنت بالعموم مبسوط في الشقة كتير جدا، لغاية ما جت الكورونا. أنا ما عنديش مكان، أنا عايز أعمل أوفيس في البيت، لأن بقت كل حاجة استدي أو يعني شغل من البيت، فأنا ما عنديش مكان، كانت الشقة ضيقة، فأنا ما عنديش مكان أشتغل في البيت. فكان بالنسبة لي أن أنا أدابت، أغير، ألائم البيت لاحتياجاتي، اللي هي بالعموم هتريسبوند لاحتياجات أو للحاجات اللي بتتغير حواليا في العالم، المفروض أن البيت يوفرها لي، أو يكون فيه flexibility معينة توفر لي الأدابتابيليتي دي. فده معناه إن الأفوردابيليتي هي أسبكت واحد من 5 أسبكتس. فعشان إحنا نوصل للسكن الملائم، هو مش بس أنا هعمل بيت سعر رخيص ويلا نشتري ونبيع، لا، ده مفهوم خاطئ تماما، والمفروض في المحاضرة دي إن شاء الله نطلع منها ونغيره. ناخد دلوقتي ندخل في الإكسامبلز، ندخل في الأمثلة. هديكم دلوقتي شوية صور كده ونناقشها. يعني الصورة في دلوقتي صورتين ثلاثة موجودين من برلين ومن ميونيخ. اللي هتلاقوه إن شكل المباني عادي جدا، يعني هما مش بيهتموا بقى بالمبنى يكون ديكوريشن عالي وكورنيش بقى ومواقف تحت الأرض ومش عالي. لا، هما بالنسبة لهم إحنا عندنا مساحة، عندنا أزمة سكنية، إحنا عايزين نعمل حاجة بطريقة ملائمة لاحتياجات الناس، بس بنفس الوقت ما نقللش الكواليتي. فهم بيركزوا بقى في اليونت من جوه، مش بيركزوا بشكل المبنى من بره. فهتلاقوا دايما التايبولوجي اللي موجوده في، لو حد مثلا سافر برلين ولا ميونخ ولا اي منطقه يعني في مثلا المانيا طبعا وغيرها يعني كتير، بس انا بديكم اكزامبل دلوقتي من المانيا، انه هتلاقوا دايما البيلدينجز اتاتشد، كل مبنى لازق باللي جنبه. زي ما احنا شايفين المبنى ده على طول هو شيرنج وان وول، في حيط واحد مشترك، هنا في حيط مشترك، هنا في حيط مشترك، هنا في حيط مشترك، وعلى مد البصر هم مبانيهم بالطريقه دي. لان بالاخر احنا مش هممنا بقى ان يبقى في جاردن او يبقى في ما بيننا مساحه، هم حياتهم عموما البابليك لايف في الشوارع زي ما احنا شايفين. وده سبورتد ب اللي هي الافيلابيليتي، الكونسبت اللي خدناه من شويه، افيلابيليتي اوف وات؟ اوف سيرفيسز. هتلاقوا أغلبية المباني اللي موجودة هي ميكست يوز، هتلاقوا السيرفيسز موجودة تحت والإسكان موجود فوق. طب ده ليه؟ علشان زي ما قلت لكم إن الشوارع تبقى أكتيف، وهي المكان اللي هيوفر لهم الرفاهية. فهو الشارع مش مكان بس للعربيات وخلاص، لا، هتلاقي الناس بيستخدموا الشوارع أكتر من البيوت. وبالمقابل الكواليتي أو جودة البيت من جوه أحسن بكتير من المنظر اللي إحنا شايفينه من بره. فانا بالنسبه لي بالاخر عادي بلاستر على او حدهن البيت من بره وشبابيك عاديه زي اللي احنا شايفينها، ذاتس انف. انا مش عارف، مش لازم انا اعمل حاجه واو علشان ابقى اعمل حاجه يعني كواليتي بتاعتها عاليه. هو الكواليتي مش بالشكل، الكواليتي بالمضمون. اوكي، ده اكزامبل تاني، وده يعتبر ميدل سوشيال كلاس في برلين، ميدل سوشيال كلاس، طبقة متوسطة، اللي هي أغلبية الطبقات، يعني الطبقة الساحقة في مصر، في مصر بالعموم الطبقة المتوسطة. بس هتلاقوا شكل المبنى عادي جدا، هو عبارة عن شبابيك رازع كده، شباك جنب التاني وبلكونة، ملهاش أي ديزاين، والبيلدينج ملهوش أي ديكوريشن ولا ديزاين. تحت سيرفيسز ميكست يوز، تحت في خدمات عشان تسيرف المنطقة، والحياة أجين موجودة في الشارع، والناس عندهم الكواليتي اوف الشواء موجودة جوه بطريقة لذيذة. ده اكزامبل من ميونخ، نفس الطريقة تاني. اوكي، وده صورة ساتلايت عشان اوريكم ان هو على مد البصر هتلاقوا نفس التايبولوجي اوف بيلدينجز دايما موجودة. دي صورة من برلين، هتلاقوا هي عبارة عن بلوك كده وشوارع حواليها، بلوك surrounded by streets، block surrounded by streets، بيهتموا جدا بقى بالحياة في الشوارع. وبالمقابل الباك سايد اوف ذا بيلدينج، يعني ده لو مبنى بيبص على الشارع،
ده مبنى بيبص على الشارع، بس خلفية البيلدينج مش مهملة. خلفية البيلدينج هي خلفية يعني موجود منطقة مشتركة خضراء زي ما احنا شايفين في أغلبية المباني، دائما في منطقة خضراء عشان تديني كواليتي اوف لايف زايدة. لو انا بقى شخص ما بحبش الكراودد areas، ما بحبش الزحمة، ما بحبش اشوف ناس كتير بقى في الشوارع او صوت العربيات، انا عادي ممكن اخد بقى تكون على برة وتكون منطقة هادية، بس في نفس الكوميونيتي، في نفس الطبقة الاجتماعية، بنفس الكواليتي اوف يونتس اللي موجودة كلها حواليا. ناخد اكسامبل حتى لو عايزين من جوه، دي شقة موجودة في برلين، ماشي؟ ده مدخل الأول، صورة على اليمين دي مدخل المبنى العمارة. هتلاقوا إن مدخل العمارة وراء هنا، كنت واقف أنا هنا وعلى طول وراي مدخل العمارة، أوكي؟ فبتدخل كده هتلاقي إن المدخل بسيط جدا، هو عبارة عن سلم يا دوب هنا في 3 متر مثلا أو أقل، 2 متر ونص، وفي سلم هيطلع من فوق للشقة. هنا على اليمين شقة وعلى الشمال كان في شقة، وجوه كده هنا شايفين المنطقة دي، هي المنطقة دي اللي هي اللي قلت لكم عليها، هي الباك سايد بتاعت اليونتس اللي هتبقى حاجة زي كورت يارد، زي فناء كده داخلي كل الشواء بتبص عليه. طبعا هنا قرروا العمار ان هما يستخدموا المكان ده علشان يعني يركنوا فيه البايسيكل بتاعهم، لانها منطقة سيف يعني بالنسبة لهم، مش على الشارع فالجوه، اوكي؟ بس الفكرة هنا ايه؟ الفكرة المميزة بقى ان كل شقة من دول هي بتبص على تو اليفيشنز، هي بتبص على اليفيشن الشارع وبتبص على اليفيشن خلفية اللي هي المنطقة الموجودة هنا. فالشقة الصغيرة اللي أنا عندي جوه المبنى ده اللي هوريها لكم دلوقت، هي ليها كروس فنتيليشن حلو جدا. عارفين يعني إيه كروس فنتيليشن؟ يعني الهواء بيدخل من مكان بيطلع من مكان تاني. فده مش معناه إن العمارة ضيقة أو ليها واجهة واحدة بس، أنا ما عنديش حل، لا هنا حلوها بقى، أنا بقى عندي فناء داخلي حل لي مشكلة كروس فنتيليشن وحل لي مشكلة برضو إضاءة لليونيتس. دي واحدة من الشقق من جوه. ده بقى شايفين الأكرة دي اللي هنا، دي باب الشقة، هتدخل على كوريدور قد كده بالظبط، هي عبارة عن كوريدور ولا أي حاجة. هنا في أوضة، وورايا أنا كنت واقف هنا بقى، ورايا بالظبط في أوضة تانية، ودي أوضة تالتة، أوكي؟ وجنب الأوضة دي هنا في المطبخ الصغير اللي بيبص على الفناء. الفكرة هنا ان الكواليتي ان تيرمز اوف ماتيريالز او فنتيليشن او سبيسنج للفانكشنز مناسبة جدا للناس اللي عايشين، بس المساحة كشقة ضيقة، الكواليتي عالية بس المساحة ضيقة، هتلاقي مساحات اكبر. ده ليه؟ علشان انا بقى معايا فلوس على قدي، فانا عايز اشتري شقة صغيرة جدا، مش عايز شقة واسعة. ده مش معناه ان الكواليتي بتاعت الشقة هتبقى اقل، لا، الشقة ككواليتي كجودة شقة هي هي، بس انت هتاخد على قد فلوسك. طب الكواليتي يعني ايه؟ يعني الشقة اللي مساحتها 300 متر سكوير ليها تو اليفيشنز زيها زي الشقة اللي مساحتها 40 متر سكوير، الماتيريالز بتاعتها هي هي، مدخلها هي هي، مش مفصولة بقى ما بين حد واخد 300 متر سكوير اللي هو هيبقى الانكم بتاعه عالي اللي هو ممكن خبط بقى في التوب كلاس، وما بين الافريج كلاس، اوكي؟ ده اكزامبل تاني، وده هيقول لنا على ادابتابيليتي اللي هي الفيفث اسبكت. لو فاكرين قلت لكم الادابتابيليتي اللي هو انا ممكن الائم المبنى ازاي، وده يعني اوبزرفيشن انا عملته في دي، برضو كان اكزامبل بتهيألي كان في برلين برضو، وتشوفه كتير في المانيا بالعموم، اللي هو موضوع التراسيز الموجوده هنا. هي ده مش تراس، هي دي بالكونيز. موضوع البالكونيز اللي هنا، هتلاقي ان ستراكتشر البالكوني مختلفة تماما او حتى كشكل يعني عن المبنى نفسه. ده ليه؟ بعد ما عملت اوبزرفيشنز كتير اكتشفت وناقشت مع حد برضه يعني كان كبير هناك، ان في مباني كتير اتعملت زمان بس عملوها بطريقة انها تكونسيدر ان ممكن حاجة تتغير في الاليفيشن في المستقبل، اللي هو بعد 20 سنة، 30 سنة، 10 سنين، 50 سنة مثلا، يعني 5 سنين، وات ايفر. فهنا بقى كانوا عاملين التصميم الداخلي ان هو ممكن انا بقى ازود بلكونة في المستقبل. يعني لما اتعمل المبنى ده ما كانش فيه بلكونة اصلا،
بس المكان اللي جوه الاوضه اللي موجوده جوه او الابارتمنت دي كانت عامله حسابها ان انا ممكن بقى اعمل بلكونه بره ان فيوتشر. فعشان كده بقى تلاقوا الاستراكشر بتاع البلكونه مختلف تماما، هتلاقوا اكسامبلز كتير جدا زي ده. شايفين ده؟ ده ستراكشر، ده اتاتشد ستراكشر، يعني ستراكشر اتعمل بعدين وتزود على الواجهه بتاعت العماره، ملهوش اي علاقه بايدنتيتي العماره او بالطريقه اللي اتبنت فيه العماره. وبالمقابل لقيت اكسامبلز، انا استغربت يعني، انا مثلا شفت اكسامبل زي ده مش فاكر، ممكن يكون في ميونيك، ان مبنى زي ده احنا بنشوفه كتير جدا، اللي هو حاجه بلك كبيره جدا فيها 1000 واحد 1000 شخص او 1000 فاميلي ساكنين، بنشوفها جدا في مصر. طب هو ايه الفرق بقى في يعني موجوده ليه بيقولوا بقى برلين والاسكان في برلين حلو او في المانيا حلو، تعالوا اتعلموا، هو الفرق ايه بقى ما بين الفرق ان هو في they consider other aspects. هو الموضوع مش بس affordability كسعر عمارة أو كسعر شقة، هو الفرق في مكانها، الفرق في السيرفيسز اللي موجودة حواليها، الفرق في الكواليتي اوف لايف الموجودة، الفرق في الانفراستراكشر، البنية التحتية، الفرق في الإضاءة، الفرق في السان لايت، الفرق في تصميم البيت من جوه نفسه المضمون زي ما قلت لكم، الخضار وهكذا. فاحنا يعني لو تفكروا كده شوية، كل حد ما بينه وبين نفسه، عمارة زي دي بلكي قوي ممكن تكون فين في مصر؟ في منطقة عشوائية صح؟ أو في منطقة يعني أقل حظا من المناطق الجديدة، من المناطق القديمة أكتر. بينما عمارة زي دي عادي جدا تكون في ألمانيا في منطقة من المناطق الجديدة، من المدن الجديدة. أوكي؟ لأن بالآخر زي ما قلت لكم هو شكل المبنى ما بيفرقش معاهم كتير، هو المهم بالنسبة لنا بالآخر الجودة. ده مثال تاني عشان أوريكم إيه؟ إن الحاجة attached buildings دايما و very simple elevations، تك 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 تك، شبابيك كده، شبابيك شبابيك، مفيش اي ديكوريتيف اليمنتس ابدا ولا اي حاجه، ولا كورنيش ولا شويه خضار هنا، بس كل واحد يعني لوحده عامله يعني. بس ما عملناش بقى حاجه في الاليفيشن، احنا ركزنا بقى اكتر على جوده السكن نفسه. وبالمقابل هتلاقوا على الباك سايد زي ما قلت لكم من شويتين، ان ايه دايما في عندنا جرين ارياز بروفايدد فور بيبل. فهنا نوصل لكونكلوجن ان المشكله هي فعليا مش مع الطريقه اللي احنا بنتعامل مع السبيس، مع التايبولوجي عفوا، هي الطريقه اللي احنا بنتعامل فيها مع اليونت او السبيس الداخلي. وهنا بيجي مفهوم الاداكوسي. تعالوا ناخد دلوقتي اكزامبلز اكتر، يعني سبيسيفيك اكتر. دي اكزامبل في هانوفر، انا سبت لكم بقى اسم البروجكت لو عايزينه، وسبت لكم مين اللي عمله، فينك اند جوتشر 1999، من كام سنة بقى؟ من 20 أكتر، 30 سنة، 25 سنة. فكرة المبنى ده إيه؟ شايفين هو ده المبنى، وهنا هو عبارة عن يعني بمفهومنا إحنا هو عمارة سكنية، بس هتلاقوا إن في مداخل مختلفة، هنا في مدخل، هنا مدخل، هنا مدخل، كأنه عمل أبارتمنت بس أتاتشد أبارتمنتس. عارفين الرو هاوزنج اللي هو بتلاقوه مثلا في اكزامبلز في مصر، زي مثلا في مدينتي في التوين فيلاز، هنا عملوا توين ابارتمنت بيلدينج، يعني كان عملوا دي ودي التوين بتاعتها، دي ودي التوين بتاعتها. اوكي، طب فكرتها هنا ايه؟ هي فكرتها في البلان مش في المبنى من بره. تعالوا نشوف عملوا ايه في البلانز. دي بلانز شكلها اول ما نشوفها تحس انها هي، بس هي فرق كبير. ايه الفرق؟ هي بلانز مختلفه ما بين سيكشنز مختلفه من البيلدينج. اولا احنا حددنا مكان الكور، حددنا مكان ايه؟ المدخل والسلم. في عندي مدخل وسلم ثابت هتلاقوه في كل الموديولز، ده حاجة ثابتة. ليه؟ لأن بالآخر إحنا مش عايزين نلعب في الكور كتير، هو حاجة بس عشان توصلني، هي حاجة سيركيليشن في كود معين للدولة، أنا هحترم الكود الموجود، هعمل المينيمم، مش هزود أكتر في كمساحة في الكور. قد إيه مطلوب مني يا كود؟ هاخد قد إيه الكود مطلوب بيطلب مني، وهعمل بقى الكور. ليه؟ علشان استغل المساحه الثانيه للابارتمنتس للناس يعيشوا، ما اروحش اعمل بقى كوريدور كبير وسلم كبير، لا انا هعمل المينيمم في كور وسيركيليشن. بعدين هنلاحظ ان اللي بيختلف بقى ما بين كل شقه والتانيه، يعني نلاحظ مثلا هنا هي ايه؟ مكان التويليت. واحد شايفين التويليت هنا جاي في نص الابارتمنت، نص الابارتمنت، هنا بقى على الطرف، وهنا على الطرف، هنا نزل شويه، هنا نزل شويه.
الديستريبيوشن او اللاي اوت بتاع الابارتمنت، تقسيمه الابارتمنتس اعتمدت على الصرف الصحي. اعتمدت اولا على مكان الكور المدخل، وثانيا اعتمدت على مكان او تمديد الصرف الصحي. وانا بعدين بلعب بمكان التويليت براحتي وبعمل سيركليشن مختلفه تماما ما بين كل ابارتمنت الثانيه. فمثلا هنا هتلاقي السيركليشن 360 درجه، فانا احكي لك يعني بلف حوالين التويليت. هنا ممكن تكون ليفينج مثلا، هنا ممكن يكون في تو بيدرومز والسيركليشن حواليها. هنا لا، حاجه اوبن بلان بنسميها، اللي هي حاجه مفتوحه كده على بعض، ممكن تعمل اللي انت عايزه. هنا قسمها ايه، بقيت حاجه لينير اكتر، كان في تو ريكتانجلز، ريكتانجل واثنين، هنا قسمها بطريقه مختلفه. الحاجه المين اللي بتتغير كل شويه هي التويليت. الحاجه الثانيه هي المكان اللذيذ اللي انا هايلايتد هنا باللون الازرق ده، مكان لما صمموا المبنى ده قالوا ده مكان فاضي، احنا مش هنعمل فيه حاجه. ليه بقى؟ هنسيبه للسكان دول في المستقبل هم يتصرفوا بيه. فممكن حد بقى ياخده يعمله، ممكن الاثنين بقى الشقتين دول يشيرت، ممكن يعملوا ستورج، ممكن حد فيهم ياخدها ويزود مساحة الشقة بتاعته، ممكن حد يعني يعمل فيها أي حاجة هو عايزها. فأنا في المستقبل بقى بعمل حساب المستقبل إن أنا حد شوية حرية أو flexibility للناس، وده البرنسبل الواحد من الخمسة اللي كنا بنتكلم فيهم، هي إيه؟ الادابتابيليتي، اللي انا ممكن اغير بقى او الاقي معيشتي مع الوقت في المكان ده ازاي. سو هو كونسبت الادابتابيليتي. لو نيجي على اكسامبل تاني، اجين سبت لكم هنا اسم البروجكت والسنه ومين عمله والمكان. ده كان في كوبنهاجن في 2005. تعالوا نشوف بقى شكل البيلدينج شويه من بره غريب، التراسات بتاعته عملوها بطريقه غريبه جدا، بس تعالوا نركز بقى في شكل المبنى. لو هنتكلم على شكل بيلدينج عملوه كده ليه؟ شايفين عاملين ازاي؟ كانه زيجزاك زيجزاك، شايفين من فوق كده كده عاملينه كانه حرف اس وهنا حرف في مثلا. ده ليه؟ ده تو ماكسمايز الفيو للابارتمنتس. يعني ايه؟ يعني علشان ما نخليش الاثنين، لو هم معمولين بالطريقه دي، الابارتمنتس الشقق اللي موجوده هنا والشقق اللي موجوده هنا ما بيبصوا لبعض. بس انا بقى لو زقيت لتحت وزقيت دي لفوق، شايفين اللي عملوا ايه؟ انا اداني فيو، يعني اللي موجودين هنا شايفين بقى لبره، هنا اللي موجودين هنا شايفين لبره، اللي موجودين هنا شايفين لبره. ده بارت اوف الاسكان الملائم، ده بارت اوف ذا اديكويت هاوسنج. اوكي، وبالاخر مش بس ما اكتفوش بالحوار ده، لما جم عملوا التصميم اللي الداخلي عملوا موديولز كتير جدا. يعني زي ما شايفين هنا، مش عارف في اكتر من ممكن 50 موديول، معرفش ممكن تعدوا يعني، او 100 موديول. موديول يعني ايه؟ يعني توزيع او شكل الشقه في العماره مختلف تماما. احيانا الشقه ممكن تبقى فلات، ممكن تبقى حاجه صغيره على ليفل واحده، ممكن تطلع في تبقى دوبلكس، ممكن تبقى تريبلكس. اوكي، زي ما انتم شايفين اشكال الشقق بتتغير، فانا عندي حريه بلعب بالشقه ازاي. ده أثر معايا في إيه؟ ده أثر معايا في الأفوردابيليتي بشكل فظيع. ده سيكشن لنفس المبنى. لو نيجي نشوف السيكشن ده، شايفين دي موديولز مختلفة، فدي مثلا شقة وبعدين بطلع لفوق عندي نص دور، ده دور كامل بعدين خدت نص دور. ممكن ده لا، خد هو استوديو بقى. استوديو يعني إيه؟ يعني أوضة بس مع كيتشن صغير وتويلت، فهو حجمه صغير جدا. حد بقى عايز دبل هايت بس عايز شقة صغيرة، حد عايز دور كامل ونص، حد عايز 3 أدوار، دور كامل ونص تحت ونص فوق مفتوحين على بعض مثلا يعني. اوكي، فانا عندي موديولز مختلفه انا ممكن اختار ما بينهم. ده بيأثر لي في ايه؟ زي ما قلت لكم في السكشن ده، أثر لي في اماكن الكور او السيركليشن. فانا هنا ما بقتش مضطر انا اخلي في سيركليشن في كل دور. ليه بقى؟ لان مثلا الدور ده هو الدور الاول من الشقه دي، بعدين في نص الدور فوق لنفس الشقه. اوكي، طب انا عادي ممكن ادخل للشقه دي من فوق، ممكن ادخلها من النص الدور ده، مش لازم ادخلها من تحت. فانا هنزل السلم وانزل هنا، فانا هنا كنسلت بقى، لغيت ان هنا يبقى في كور. نفس الحاجه هنا، الدور ده بقى والدور اللي فوق على بعض، فانا بدخل في المكان واحد من دور واحد بس، مش مضطر ادخل من دور تاني. فانا وفرت في مساحة
ليه سيركيليشن وكور. ليه عملت كده؟ اولا قللت تكلفة للمناطق السيركيليشن والكور، ثانيا استغليت المساحة دي للشقق، واحنا عارفين ان الشقة تتباع او تتحسب في المتر سكوير. يعني ما تروح تسأل مثلا قد ايه الشقة، هي بتكون في سعر بير متر سكوير. فكل ما زادت عدد الشقق او عدد او زاد المتر سكوير بتاعت او المساحه بتاعت الابارتمنتس في المبنى، فهي هتتقسم على المبنى ككل، فهيبقى سعر الشقه اقل. فده اثر في عندي البروجكت ده في اتنين برنسبلز، اللي هو الادابتابيليتي والافوردابيليتي. ناخد كمان مثال، هنحاول نخلص باسرع وقت، كم دقيقه كده ان شاء الله. ده مثال تاني، هتلاقوا المبنى ده، ولا طبعا الاكسامبل ده انا بحبه جدا جدا كبروجكت. هتلاحظوا ان هو يعني لو نبص له كبلان هو عادي جدا، انا عندي كور عادي جدا، وبعدين عندي ابارتمنتس. اول فكره بنشوفها ايه؟ ان في كور وسلم موجود داخلي، وفي واحد موجود خارجي. الخارجي بيوديني على كوريدور بس خارجي، يعني مكشوف، مكشوف لبره كده، ومدي لكل ابارتمنت من دول خصوصيه في المدخل. يعني انا بدخل بقى ايه بطريقة خاصة بيا، مش من جوه الكور. هنا في جزء تاني من المبنى، لا أنا هدخل جوه الكور بعدين هروح للشقق، دي سعرها بيختلف عندي. ده أنا عندي مدخل خاص، عندي هنا مدخل مشترك. ده أولا لعبت في كونسبت الأفوردابيليتي والأفيلابيليتي، أفيلابيليتي أوف أوبشنز اللي بتأثر في الأفوردابيليتي. ماشي. الحاجة التانية الأحلى من دي، هتلاحظوا هنا إن في، شايفين الداش لاينز دي اللي موجودة هنا، داش لاين داش لاين، الخطوط المقطعة دي، داش لاين داش لاين. الداش لاين دي ايه؟ تعالوا ناخد صورة. الداش لاين هي الخطوط اللي شايفينها كده على الأرض. الناس لما تروح تشتري الشقة دي أو تأجر الشقة دي، هما بياخدوها مساحة فاضية وبس، وبياخدوا معاها البارتيشنز اللي شايفينها هنا، وهما بيقسموا الشقة بمزاجهم. يعني أنا عندي مساحة خالية كده، مساحة فاضية، وانا كاونر او كحد اخذت الشقه دي، ايضا انا اجرتها او اشتريتها، انا بقسمها براحتي. والحاجات اللي على الارض دي بتدي لك بقى ان هو ايه، يعني ريفرنس ان انت ممكن تعملها ازاي. انت مش هتبقى ملزم فيه، ولكن دي ممكن تتعمل بالطريقه دي. ده اثر عندي في 4 principles من الادكويت هاوسنج: availability of options, accessibility، بقى عندي 2 cores، ممكن ادخل من مكان خاص بيا، ممكن ادخل من جوه الكور، الاكسبتابيليتي والادابتابيليتي، انا ممكن اغير في المكان ده ككل. ودي طبعا مثلا هنا شايفين صوره لشخص اجر او خد المكان ده، وهو شايفين هو اللي بيكونستراكت المكان بنفسه، هو بيغير وبيلعب في المكان بنفسه، وده شكل المكان ممكن بعد ما حد عمله يعني. وده حد بقى قرر ان هو يسيب الابارتمنت بالكامل مفتوحه كده، مش عايز يعمل اي فصل، ده حاجه من حقه. اوكي، ده اكسامبل تاني ممكن تكونوا عدى عليكم اغلبيتكم، يعني باي اركيتكت مشهور جدا، اليفاندرو ارافينا. اتعمل البروجكت ده في اماكن كتير جدا. يعني فكره البروجكت كان سوشيال هاوسنج، اسكان اجتماعي، ميسور مدعوم، بس بطريقة مختلفة. ان هو مش انا هعمل حاجة بسيطة جدا علشان انت شخص مش معاك فلوس، لا، انا هعمل لك حاجة على قدك دلوقت، انت مثلا دي على قد فلوسك، بس النص التاني اللي فاضي هنا هو تبعك، بس انا مش هبنيه لك دلوقت، انت هتعمله في طريقتك في المستقبل. Again, adaptability. How do you adapt to this space? How do you adapt this space to you? فهتلاقوا ان كل شخص في المستقبل هيغير المكان الفاضي، الفاضي اللي هنا هيغيره بطريقته الخاصة. ده قرر يعمله نص دور بس ويسيب دي فاضية، ده عمله ترس، ده عمل دورين، ده عمل مدخل منه أصلا. أوكي، فكل حد عنده حرية مطلقة يغير فيه. فأنا دلوقتي مش معايا فلوس، أنا هدي لك نص بيت، والنص التاني أنت هتكمله في المستقبل. وده نفس الكونسبت بس في مكان تاني، وهتلاقوا أجين إن كل حد حط بقى فيه إيه الكالتشرال تاتش بتاعته في المبنى في كل مكان. وده طبعا بطريقه مختلفه بقى، انت عايش حاجه شبه الفيلا، اجين على قد فلوسك هدي لك نص فيلا، وانت كمل في المستقبل، حتى هدي لك الاستراكشر جاهز بس انت كملها في المستقبل. المفاجئ ان الكونسبت ده اصلا موجود في مصر، بس احنا ما نعرفش. معروف فين؟ شايفين المنطقه اللي تعتبر بقى يعني من المناطق القديمه في مصر،
عارفين ده ايه؟ دي الستراكشر سيستم. احنا بنسيب بقى الحديد طالع من العمارة ليه؟ علشان ان فيوتشر بقى انا ممكن ابني لابني حاجة فوق، ممكن ابني ابن لابنه في المستقبل حاجة فوق. فهي اون جوينج بروسيس بقى، بيشتغل معانا على طول، كل حاجة بتكبر فوقي. فانا هسيب العواميد طالعة لفوق، مش عارف اسمها الحديد ده ايه، الحديد العواميد هيبقى طالع كده لفوق، علشان بقى انا بعمل حساب المستقبل. حتى لما ابني كده في المستقبل اجين انا هخلي العواميد طالعه عشان ممكن حاجه تبني فوق. فده الكونسبت هو موجود في مصر بس بطريقه مختلفه، وده كونسبت فيرناكيولر. اوكي، اديكم اخر تو اكسامبلز بالسريع. ده اكسامبل من برشلونه، الكوبريتيف هاوس. كوبريتيف هاوسنج يعني الاسكان المشترك او الاسكان الكوبريتيف ما بين السكان. هنا مثلا المبنى ده قرروا يعملوا ايه؟ ان انا مش هنضيع مساحه كبيره من الشقق على الكيتشن وعلى اللوندري، مكان الغسيل بقى الهدوم والحاجات دي، احنا هنعمله في العماره دي مشترك زي سيستم اسكان او الدورمز. لو حد يعرف مثلا اسكان طلاب او اسكان جامعات، اللي هو بيبقى فيه مثلا في دور معين في اماكن لغسل الهدوم، كيتشن مشترك او ريستورانت مشترك وهكذا. فهنا عملوا نفس الكونسيبت. هتلاقي مثلا في صوره المبنى هما كلهم شايفين بعض، بس هتلاقوا منطقة مثلا اللوندري هنا مشتركة، هتلاقوا كيتشن مشترك، هتلاقوا المناطق اللي مفيش بلكونة لكل واحد، هي بلكونة مشتركة. لو سلم دايما مشترك، كلهم شايفين بعض، استراكشر واحدة، ابارتمنتس كلها شبه بعض. ليه؟ عشان نديكم بقى انتوا حق اكتر كسبيس او كاريا في الابارتمنت، هتكون بالنسبة لكم اديكويت، ملائمة اكتر لحياتكم. وتعالوا بقى نشترك في الحاجات المشتركة اصلا في البيت اللي ممكن اي حد يشاركها. دي ممكن ما تكونش يعني حاجة مقبولة من كل الناس في المجتمعات يعني. يعني أديكم بقى ده برضو كده عدى عليكم، يونيتي هابيتسيون بتاع لي كاربوزير في مارسيل. شكل المبنى ده كان كونسبت، المبنى كان على شكل باخرة، هو ده كونسبت بتاعه. فلو هنشوف كده هو يعني أخده من حتى من هنا، هو how people live together بقى، هتلاقوا نفس شكل المبنى. واجين زي الاكسامبل اللي وريته لكم من شويه، ده السكشن وتحت البلانز. اوكي، فهتلاقوا ان هو البلان دور كامل على نص دور، دور كامل على نص دور. فانا مش مضطر بقى اعمل الكور في كل دور، انا هعمله بس في دور اه ودور لا. فبالتالي هوفر مساحه زي ما شايفين هنا، الكور في دور واحد، يعني ما بين كل 3 ادوار في دور واحد في كور. فانا هوفر بقى بالمساحه، هستغلها للابارتمنتس. وبالتالي برضو عمل ايه حوالين الكور ده؟ هي عندي السلم، الكور، السيركليشن، حواليه عندي الاماكن اللي محتاجه صرف صحي، اللي هي مثلا التويلت والكيتشن. فانا عملت زونينج، الزون دي بقى ايه؟ الكور والتويلتس، والاماكن التانية هي فور ليفينج. طيب انا هعدي خلاص عشان الوقت، وعليكم هعدي هديكم خلاص اخر حاجه اكسامبل بقى برضو عشان الافوردابيليتي. دي حاجه يعني حتى الافوردابيليتي ممكن تكون حسب ظروف الناس اللي عايشين. دول مثلا كان عندهم بس كانز، فاحنا عملنا بقى ايه، كانز خيمه عباره من حاجه افوردابل او حاجه ريسورس موجود معانا. للاسف يا جماعة يعني معناش وقت أكتر من كده، كان بودي أديكم إكسامبلز أكتر من كده بكتير، بس يعني إن شاء الله في فرص قادمة بإذن الله. هقف لهنا، يعني طولت عليكم كتير جدا، أكتر من ساعة ورب. فأكيد لو أي حد عنده أسئلة يعني هكون سعيد جدا دلوقتي أو في أي وقت بعدين، أكيد باي ميل لو تحبوا. وأحب أشكر جدا جدا المهندس حسن لو هو موجود، وجميع طبعا المنظمين للمدرسة الهائلة دي.